بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بعدا شكرا على هذه الاستضافة في زيت فانتكاد. إذن أول حاجة في هذه الأيام البينية اللي كانت تنظمها البلدية بزيت واحد البادرة طيبة واللي جعلت المجتمع وتجعل المجتمع المدني أنه يلقي أو يسلط واحد الضوء على واحد الجانب اللي هو مهم في الحياة ديالنا ألا هو جانب النظافة وخصوصا ما يتعلق ب نظافة الحي ونظافة المدينة بأكملها. وكما كيقولوا أنه نظافة المدينة فهو كيعطينا واحد الطابع ديال السكان ديالها. إذا مدينة تزيد مدينة نظيفة ومربية في نفس الوقت، واللي كيجيو الناس يقولوا أنها مدينة نظيفة علاش؟ حيت أول حاجة السكان ديالها طيبون. إذا من هنا كينطلق واحد لوجيست أنه باش تلقى ديما مدينة نظيفة راه ديريكتومون ساعات أطرح واحد السؤال اللي كتكون مدينة نظيفة راه كاين لأن السكان ديالها راه حتى هما نقيين في الأخلاق ديالهم وكل شيء. إذا كما قلت هذه البادرة وهذو أيام هو ممكن نعتبره أسبوع البيئة، واللي صراحة مزيان باش نحاولوا نذكروا واحد نديروا واحد الالتفات لهذا الجانب في هذه المدينة. وحنا شاركنا كشباب في هذه البادرة الطيبة ودرنا بصمة ديالتنا في مسيرة البيئة، وصراحة هادشي راه مزيان للشباب باش يحاولوا يوعيو نفسهم ويوعيو الأصدقاء ديالهم في نفس الوقت. أكيد أن حملة النظافة سي حسن ما غاديش تقتصر على هاد الأيام، على مدار هاد الأيام اللي تنظمت بلدية تزنيت. لذلك يعني شنو هي الرسالة اللي كتوجهها خصوصا لشباب مدينة تزنيت؟ إذا الرسالة اللي كنوجهها أولا كرئيس جمعية قادة الأمل أنه لي بروجي اللي حطينا في الأنشطة السنوية كاين واحد الحملة تنظف وغنديروها في الحي ديالنا في أفريقيا. إذا هنا علاش غندير هاد الحملة؟ باش نوعي الحي ديالي. وكاين واحد الحي آخر في أعضاء الجمعية كاين في أحياء أخرى غيديروا حملات تنظيفية. إذا هنايا المدينة غتكون نقية، يعني من نبداو من واحد يطبق غنوصلوا لواحد الهدف غنحققوه كاملين. إذا الرسالة ديالي كنوجه أنه النظافة راه هي مهمة، وكما كيقولوا أنه النظافة من الإيمان، وصراحة من هذا التعبير راه كلشي باين ما خصناش نهضروا. الكلمات اللي تعبر في النظافة راه هي واحد الأساس واحد العماد اللي هو مهم جدا في هذه الحياة ديالنا.